سيلفي درت وشحال من سيلفي حس براسي مشهورة. المهم اللي يحس براسو مشهور يجي غير الهند يهز معاه كاميرا ولا بلاش كاع كاميرا. هما كيشوفوك مختلف كيبداو يتصوروا معاك. اليوم حنا في اكثر دولة متناقضة في العالم الهند، وبالضبط في واحدة من أكبر العواصم والأكثر ازدحاما في العالم، العاصمة الهندية نيو دلهي، واللي معدل الجريمة فيها أكبر من أي مدينة واحدة أخرى. الجولة ديالنا اليوم غتكون في واحدة من أخطر وأكثر المناطق الشعبية في دلهي، بهارغانج، وغنشوفوا الحقيقة اللي الهنود ما كيحاولوش يخبيوها. صباح الخير ومرحبا بكم في بلاد جديدة، مرحبا بكم في نيو دلهي العاصمة ديال الهند، واحدة ما بين أكثر المدن تلوثا في العالم. هادشي لما كانت رقم واحد أكثر مدينة فيها الصداع في العالم تهي لما كانت رقم واحد، وأخطر مدينة كاينة في الهند. نعم أنا كان نتبالي بأن مومباي هي أول مدينة ونيو دلهي هي ثاني أخطر مدينة في الهند، ولكن من بعد اكتشفت بأنه سولت هنود قالوا لي لا راه نيو دلهي هي أخطر وحدة، وما تقدريش تاخدي أوتيل في أي بلاصة وما تقدريش تجلسي في أي بلاصة، وخا يبان لك الأوتيل زوين. وخصني نعاود لكم قصة على هاد القضية ديال الأوتيل. خصنا هاد خوتنا يدوزو حيت الغيس ما نقدرش نتمشى هنا، والطريق شو كيداير حيت البارح صبات الشتا، دونك الطريق حالة يرتلى حرفيا. أول حاجة غندير اليوم لأن تقريبا واحد 12 ولا الوحدة ديال النهار غنمشي نتغدى. أنا ما كنفطرش نيشان كنتغدى، وغالبا كناكل بلا واحد في النهار لأنه صداع. كناكل بلا واحد في النهار لأنه بكل بساطة ما بغاش نتعرض للتسمم، وكنمشي كناكل في شي بلاصة اللي هي نقية ماشي مأكولات الشوارع. ولكن هادشي ما كيعنيش بأنه ما نمشوش نشوفو مأكولات الشوارع ديال الهند، داكشي ديال كل نفس ذائقة الموت وداكشي. غنمشيو وممكن نجربو شي حاجة، ولكن شي حاجة نقية ماشي أي حاجة. دابا اول حاجه خصني نمشي نتغدى، ولقيت صراحه تحت في واحد الغيستو صغير زوين نقي كيبيعوا داكشي فيجيتاريان حيت هما بوذيين اللي كيبيعوا شكل اللحم. صراحه كليت عندهم البارح وداكشي كان عندهم هاي الصباح كيشوف فيا حاسه براسي بحال كندير شي شو وانا نصوره. شوف هاد البلاصه شحال كالم ونقيه. وسولته البارح قلت لهم واش هاد البلاصه زعما سيف، قالوا لي زعما هنا تقدري تخرجي فريمون في اي وقت، ماشي اي وقت اي وقت، ولكن زعما تقدري تجي تاكلي لنا مع ديك العشره الليل تسد الليل ما تخافي حتى شي حاجه. قلت لهم صافي مزيان داكشي اللي بغيت، حيت نورمالمون في الهند ولا في نيو دلهي بالضبط ومومباي وبحال هاد المدن ما كيخصكش تخرج مورا 7 الليل الصراحه، كيكون واحد لو ريسك كبير، خصك ترد فريمون البال لراسك. ولكن هنايا القضيه مزيانه، قلت لكم غنهضر لكم على القضيه ديال لي زوتيل ونهضر لكم حتى على هاد البلاصه لان شي حاجه غتفيدكم بزاف خصوصا الا كنتو جايين نيو دلهي. عرفتوا البارح فاش جيت نشري الماكله كيفاش كان هنا، كان عباره على بيسين فريمون كان عباره على بيسين، رجلي كاملين كانوا فازقين لانه الشوارع عندهم على قد الحال، البنيه التحتيه واكله لاصا، كان داكشي شيئا ما كارثي. هاي اتس اوبن رايت اتس اوبن اوكي. شوفوا الاسمنه شحال رخاص، كل 100 رينغيت كتعني رينغيت، كل 100 روبيس كتعني 10 درهم تقريبا. Can I have one veggie noodles? Half and full. Half, just half. Maybe for something to drink, I don't know. And lemon iced tea. Thank you. شو البلاصة شحال نقية؟ تقدروا قاعد تلقاو شي حاجة ب 8 درهم 9 درهم. ولكن الحاجة الزوينة دابا هاد الشيء كيتعتبر كنظن بأنه شيئا ما غالي بخفاق دوك ستريت فود اللي حنا كنشوفو. حيت نورمالمون ستريت فود كيكون عندك مثلا اللي انا خديتها ب 130 غتلقاها كتباع غير ب 80 شي حاجه بحال هكا. المهم تسنى حنا يجيب لنا داكشي اللي بغينا وناكلو ونمشيو نصورو. فوالا هذا هو البلا اللي حنا خدينا، هو النودلز بالخضره بصراحه بنينه، هادي فريمون انا كليتها عندهم البارح فريمون بنينه. وانتو من الغيستو غيبان لكم بان داكشي اللي عندهم فريمون نقي. ثانك يو. عصير ديال الحامض ايوا بالي هذا بحال حامض هذا. اشوف انا شنو خديت ليمون ايس تي
ما خديتش عصير، خديت ايس تي، ولكن ماشي مشكل. والله حتى بنين، والله حتى واعر. حكيمي فوتبول بلاير. فوتبول بلاير، وي هاف حكيم اند حكيمي. يو مين زياش اند اشرف. ثانك يو سو Thank you. Have a nice day. Thank you. Bye bye. علي كنقول لهم أنا من المغرب، كيبقى يتهجى ليا حكيم وحكيم زياش، كيتخلطوا لهم السميات. كيقول لي حكيم حكيمي. لا راه حكيم لاعب وحكيمي لاعب. تقول ما كنفهمش في الكرة. المهم دابا غنمشيو للماركت، واحد ما بين أشهر الماركت اللي كاينين هنايا في نيو دلهي. دابا نيو دلهي فيها بزاف ديال لي مارشي، ولكن كل واحد وباش معروف. كاين اللي معروف مثلا باللباس بالساري وداكشي، كاين اللي معروف بكلشي، فيه كلشي. كاين اللي معروف غير بشو سميت هذاك لي زيبيس، كاين اللي معروف بالماكلات الاسيويه والاطباق الاسيويه، ولكن حنا اللي غنمشيو ليه اليوم كتعتبر ما بين الاشهر في نيو دلهي. البلاصه اللي فيها هذا المارشي كتعتبر ما بين اخطر المناطق اللي كاينه في نيو دلهي، اللي سميتها طهر كانش. فهاد المنطقه هادي غتلقاو كاع لي زوتيل، كاع الهوستلز، غتلقاو بقيت عليهم زوين، الوجهه المفضله ديال الباك باكرز. ولكن انا ما مشيتش ليها، انا ما جلستش فيها. علاش؟ لانها فريمون منطقه ريسكي بزاف، بكل بساطه لان اي شيء ممنوع كيدار فيها. الواحد يقدر يمشي لها وسط النهار، فهمتوا؟ ولكن ما تمشيش ليها مع ديك، ما تمشيش ليها في الليل. هذه باينه، هذه لا نقاش فيها، وما تباتش فيها، ما تاخذش فيها اوتيل. واخا غتلقى بزاف ديال لي زوتيل، بزاف ديال الهوستلز زوينين، يعني في التصاور وداكشي كيبانوا زوينين. الواقع لا علاقه، التصاور والواقع هنا في نيو دلهي حتى علاقه، عن تجربه الصراحه. واي حاجه ممنوعه كدار في هذيك المنطقه، لا دروغ، السرقه، سكامرز، كلشي. صحابي هنود فاش قلت لهم راه لقيت هذه البلاصه، انا ما رديتش لها البال الصراحه. قال لي لا 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 عندك، لا 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 عندك، عندك الا هذيك البلاصه. انا حاليا في بلاصه سميتها نويره، كتعتبر ما بين البلايص الامنه في نيو دلهي، واللي تقدر كسائح تجلس فيها. هين تقدر تلقاو البقر في اي بلاصه. هي واحد البقره كاينه هنايا في وسط الشارع، وسط الطريق، ماشي على جنب، وسط الطريق حاطين لها الماكله كتاكل. انا كاين حلاق، ما عرفتش بالكم، ها هو كاين انا حلاق حدا واحد كيبيع الورد. صراحة زوين هاد الورد اللي كيبيع. البقرة كاينة تما، أو كاين هذا واقيلا موقف ديال البوليس، هذا اللي هنا الوسط، حيت مكتوب عليه بوليس ممسوحة ولكن راه مكتوبة. هذا هو اللوطي اللي أنا جالسة فيه، اللي لقيتو بستة وستين كشيفة. خصني ندير لكم فيديو كامل كنهضر لكم فيه على لي زوتيل في نيو دلهي، باش ما تطيحوش بزاف ديال المشاكل اللي ممكن تطيحو فيها. Thank you. وصلنا للشارع اللي قلت لكم، ولا المنطقه اللي قلت لكم. عرفتوا ما نقولش لكم الصداع اللي كاين هنا، الريحه اللي كاينه هنا، ما كاينينش كلمات يقدروا يوصفوا. كنظن دوماج الريحه ما تقدروش تشموها، ولكن بين العربون، ياك ما حتاش نهضر. لا بغيت نختصر لكم نيو دلهي، غنقول لكم الصداع، التلوث، الرخاء، الحيوانات فين مشيتي، سوقتو البقر، خصوصا انهم كيقدسوهم. وهاد القضيه ديال انهم كيقدسو البقر، غنسافر لواحد المدينه خصيصا باش اننا نفهمو هاد القصه هادي، واش بصح كيعبدوهم ولا كيقدسوهم، وشنو القصه اصلا وعلاش. شويه ديال المآثر التاريخيه في نيو دلهي، التلوث، الصداع، النصب والاحتيال فين مشيتي، ميم في لي زوتيل. داكشي اللي قلت لكم، واش ندير لكم فيديو على
داك الشيء قلت لك واش ندير لكم فيديو على لي زوتيل في نيو دلهي، لان شي حاجه اللي فريمون كيستغلوها كينصبوا على عباد الله فيها بزاف. هاد الحي هذا ولا هاد الماركت صراحه ماشي انقى بلاصه تقدر تمشيو ليها. كاينين دي مارشي اللي هما مديورين للسياح. صداع كاينين دي مارشي اللي هما مديورين للسياح. هادوك شي حاجه زوين. شوفوا البقر اللي قلت لكم. بقر طواليت، كلشي حدا كلشي، ماكولات الشوارع. شوفوا كاين هذا كيبيع حداه البقر، وحداه هنا كاينين لي طواليت. لي طواليت اون بلان بوبليك، زعما ماشي شي حاجه اللي مخبيه. انا والله ما عارف شنو غيخرج في هذا الفيديو، ولكن غير هزيت كاميرا وخرجت حيت هذا المارشي مازال ما شتش ليه، وقلت غنصور داكشي لايف. فهمتوا اول مره نجي ليه تشوفوا الرياكسيون ديالي ديال بصح. هنا ما كاينينش كاع السياح، هنا كاينين غير لوكلز. وهادشي اللي انا كنبغي صراحه نشوف. ما عرفتش واش كتسمعوني ولا لا، ولكن راه كنحاول نعلي صوتي باش تقدروا تسمعوا صوتي بلاصه الصداع كامل. ولكن القضيه صراحه راه صعيبه، صراحه القضيه مغيسه بزاف. تقدروا ندوزوا من هنا. هانتوما خياط بحب الخاطر مكاين. بعد شويه على داك الشارع لانه فريمون كاين صداع ديال بصح. بانت ليا الزنقه هذه، قلت انا ندخل معاها نشوفوا شنو خبيتها هي، شنو فيها. واخا هي راه كاين كلشي، حرفيا كاين كلشي، اي حاجه طاحت لك في بالك. ماكله انت، واحد كيبيع غير الطباسل مارتي، كيغسل الطباسل هذاك، كيقلي الفخيت، اوتيل، ما فهمتش اي حاجه طاحت لكم في بالكم ما تلقاوها الصراحه. خصك زعما ماكولات الشوارع، الماكله مع شويه ديال الميكروبات، بزاف ديال الميكروبات، بشويه ديال الدخاخن، المهم واحد الريحه اصلا كتسد الشهيه. انا ما فهمتش كيفاش الهنود كياكلوا، ما يمكنش كل واحد فيهم هاز ديك ساموسه اللي هي الضريوات عندنا، اللي هي عند العرب سمبوسه، عندهم تا هما كل واحد هازها في يديه وكياكلها عادي جدا بحال المكان كيشهي. راه خص انا بان لي رمضان غيبدا عندي بكري هاد العام. كيفاش وديها تاخد اوتيل في بلاصه بحال هادي؟ راه ما غتنعش في الصباح، راه امبوسيبل. اما واحد جوج السياح تا هما تالفين ولا كيقلبوا على شي حاجه. حنا ندوزو من هنا، جينا من هاد الجهه ندوزو من هنا. مازال كاينه نيشان ومازال كاينه هاد الجهه هنايا، وكاين هاد الراجل هذا كيدير كيسير الصباط. ندوزو من هنا. اوبس، عرفتي شحال ديال الغيس كاين هنا. صبات الشتا نهار واحد فريمون، غير البارح صبات الشتا، غرقات المدينه ولا طلقات كلها مغيصه. فين ما كتحط هاي، فين ما كتحط رجليك كتغرق. هما واحد السياح واحد اخرين، قلت لكم بلي هاد البلاصه معروفه بالباك باكرز كيجيو ليها، ولكن راه لا انصح الصراحه. وهذه بشهاده الهنود اللي انا كنعرفهم، يعني اللي صحابي، ماشي زعما الناس ديال الاوتيل ولا شي حد اللي بغى ينصب عليا. ايوا لاحظت واحد الحاجه، يعني لحد الان ما كاينش زعما الناس اللي هنا كيبقاو غير كيضحكوا، كيشوفوا في الكاميرا، فهمتي، كيبداو يشوفوا فيك حيت كتصور اولا حيت سائح. ولكن لحد الان صراحه ما كاينش داك الديرونجمون ديال كيوقفك شي واحد وبزز كيبغي يبيع لك شي حاجه، ولا بزز كيبغيك تطلع معاه في التوك توك، فهمتي، كيقول لك اجي نوصلك بزز. مو صراحه تخونكين القضيه. وانا اكثر حاجه كديرونجيني حيت وقعت لي في سريلانكا هي هادشي ديال التوك توك، كيبقى تابعك وغادي معاك اون باغالين باش شنو بزز يوصلك وانت ما باغيش. صافي عطينا واحد التيساع. ها انتما حتى كتقلبوا على تاكسي ولا شي حد يوصلكم لايغوبور، ما كاينين. قلت لكم راه اي حاجه، اجي ندوزو من هنا شوفوا حتى هي شنو فيها. ندوزو من هنا ولا ندوزو من هاد الجهه؟ مانت لي هاد الجهه فيها شي حاجه ما يتشاف، اجي ندوزو من هنا حسن. هاي هذا هز معاه الماء ولا ما عرفت شنو هز معاه الماء. ها هو مطعم كل نفس ذائقة الموت. كلون
شو منين ندوزو دابا؟ ندوزو من هاد الجهة؟ والله ما عرفت منين ندوزو. إلا رديتو البال اليوم تشوفوني مهزة معايا لا ساكلة كخطا بلا حتى شي حاجة، حيت خايفة صراحة شي حاجة تسرق ليا، سيغتو عندك الكخطا ديال الماتيريال اللي كنجيب فيه معايا كاميرا وكلشي، يقدر يتحل بلا ما نحس، فهمتوا؟ لأنه السلسلة جات من الفوق، داكشي باش قلت لا محتاجة ماتيريالي، ما بغاش نزيد نخسر حتى فلوس على ماتيريال واحد آخر، اللهم بلاش جو برو قال ديال غرام في هاد الوحدة هادي. ما ناخذش لو ريسك، ما بلاصه كيغسلوا فيها الماين وسط الروينه. ما شكون هذا؟ شو هاد زمان شهور؟ والله ما نعرف، نازل بحال راه نازل من كيمثل في بوليوود. هاد الاكله هادي جربتها في هاي، هاد الاكله جربتها في سريلانكا وتا علاقه صراحه. هذا ما شو كيطيب تما، تخيلوا 7 دراهم ديري انا ما عرفتش ديك 7 دراهم واش ديال الدجاج ولا ديال الروز ولا ديال لاصوص ولا ديال الخدام، ما عرفتش. ولكن كي جاكم هاد الثمن 100 غرام ديال الدجاج ديالك ديال الدجاج هاي. تخيلوا معايا بان النان هو الخبز ديال الهنود، الخبز باش الشهير كيصايبوه كيديروا فيه الداخل بطاطا مع لي زيبيس مع البسله. تخيلوا كيفاش هذا كيصايبوه، ما كاينش حاجه سميتها معلقه، حاجه سميتها شو سميتها بليغون، ما كايناش الزبده وداكشي كامل كلشي بيديه، كينفجوا بحال هكا بيديه وكيعطيك تاكل بالسيف، ما يكون بخمسه دراهم ثلاثه دراهم بالسيف، ما كاينش مجهود. شوفوا هذا كيبيعوا لنا ب 20 درهم باردون 2 دراهم. نو ثانك يو later thank you. غلطت ماشي 20 درهم، 20 روبيس اللي هي 2 دراهم او لا درهم ونص تقريبا. هاي اللي هي تقريبا 2 دراهم ولا درهم ونص. يلا تخيلوا كيعطيك الخبز مع المصايب مع الزبده مع لاصوص ولا ما عرفتش واحد الحاجه كتكال مع واش مصايبها بالعدس، ما عرفتش الصراحه بالضبط مناش العدس، ممكن بطاطا والبصله. تخيلوا عشرين العدس والبطاطا والبصله والخبز والزبده واش داكشي كامل بجوج دراهم؟ راه عرفتي دابا علاش كناكل بلا واحد في النهار؟ حتى كنطيح فشي بلاصه فغيمون نقيه. وما عرفتش شي حد ساكن تما ولا هادو؟ لا صراحه شي حد ساكن تما. شوفوا راهم معلقين الحوايج. بين اكثر البلايص اللي معروفين بلاد غود، معروفين بلاد غود هي باهاكانج وهاد مين ماركت. اصقوا شنو شي حاجه شكل على وسط المدينه، هي اصلا الهواء ماشي نقي ما في اي بلاصه في المدينه، ولكن هنا تشموا واحد الريحه بحال ريحه الزعتر محروق. هذا كيبيع الخشب والفاخر حوايج، انتم السروال ب 150 روبيس، والله الا زوين الصراحة. 150 روبيس اللي هي 15 درهم 13 درهم نايس، زوين الصراحة. المهم ماشي كاملين غير هذا زوين، حتى هذا صراحة زوين. المهم هاي الله، واخيرا نسكتو شوية من الكلاكسون راسي ضرني. هادو كيبيعو تما كيبيعو هادشي زوين. هاد الحاجة مهمة عقلو على بحال هاد البلايص، هما اللي تقدرو تشريو منهم ما يخص مثلا الماء، لأنه الماء واخا في لوتيل واخا في ريستو واخا كيعطيو قرعة مستعملة، أولا قرعة ديجا مستعملة، ثانيا الماء اللي فيها ماشي ماء معدني نهائيا، كيشدو الماء
كيعمروا من اي بلاصه والله منين معمرينهم شي روبيني ما نعرفش اصلا صالح الشرب ولا لا كيعمروا كيعطيوها لي قلتوها لي انا عطوني في لوطيل راه مازال حطيتها في لا شوب حيت ما جيت نحلها لقيتها اصلا كانت محلوله انا عارفه بلي فيهم هاد القضيه ديال انه كيعطيوك قرعه مستعمله دونك الا بغيتو واش فين كيطيح هاد الماء هذا شوف واش فين كيتخوى هاد الماء كيتخوى على هاد النيشان اش هادشي فردوا البال هاد القضيه هادي نعطيكم شي واحد شي قرعه شكيتو فيها راه ديجا محلوله راه بصح كانت محلوله وراه ديجا تستعملات هاي هاي جايز زعما كيقلدوني كيضحكوا عليا انا كنقول هاي جايز صراحه هاد المين ماركت فيه شحال من حاجه زوينه زعما من ناحيه الحوايج اللي كيبيعوا عجبوني كيبانوا لي شي حاجه زوينه اللي تقدر تاخذها كسوفينير الا كنتي باغي تاخذ حوايج اولا الا احتاجتي حوايج تقدر تشري منهم تقدر تسدو علينا الطريق سربي اخويا خوي الطريق خوي السمبوسه اللي قلت لكم اولا ما كيسميوها سموسه ام ميم كنظن بانه صافي شفنا الماكسيموم الفيديو جا طويل ما بغيتش نخليه طويل اكثر من هكا مترو مترو في الهند صراحه المهم مازال ما عرفتش اول مره غنجربو خديت التيكي ب 40 رينكي تاكسي 500 رينكي المهم هو التيكي مكتوب كامل بالهنديه ما تفهمو حتى حاجه كيف ما انا ما فاهمه حتى حاجه فهمت غير هاد 18 حيت انا خصني ننزل في سيكتور 18 وستاسيون سميتها سيكتور 18 خديتو ب 40 رينكي اللي هي تقريبا بعد الدرهم 5 دراهم